مساء النور استاذ محمد. انا بقول لك محمد وانت بتقول لي استاذ محمد، لكن معلش هقول لك استاذ محمد. اديني فكره عن ازاي عرفت باعتقال رضوى. انا ما عرفتش باعتقال رضوى. رضوى من يوم ما نزلت على السوشيال ميديا وبعتت لي على الواتساب بتاع المصري وعرفت يعني اوصل لها يعني وهي بتبعت وكلمتها، وانا بالامانه مستجدعها جدا جدا وبت مليون راجل. المهم انا كلمت رضوى وطلع رضوى خاف الفيديوهات اللي انت بتعمليها دي بلاش تهاجم النظام وانت موجوده هناك، انا بهاجمه بره وبعمل حاجه ثانيه في دماغي، اهدي شويه انت عصبتي ولكن اهدي، مفيش داعي كل يوم فيديوهات هتستفزيهم. وهي بالفعل بما يرضي الله هي طيبه وغلبانه عامله زي حالاتي مع فرق الفلوس كده داهيه الفلوس، ولكن هي حست باللي عايزه تقوله وطلعت صرخت. النهارده بالصدفه كنت انا بصور بره النهارده حلقه برضو في برنامج كده، وبعدين وانا راجع على البيت لقيت فويسات جايه لي منها، انا كنت اتواصل معاها بقى كل يوم وفرحان بيها جدا جدا جدا. لقيتها بعت لي فويسات انا مش فاهم حاجه، امني مركزي في البيت، امني مركزي بيعمل ايه في البيت؟ يبقى ده بجد؟ انا كنت يعني حتى الوهله الاولى مش هكذب عليك قلت ده في فيلم ولا ايه ولا رضوى ايه اللي حصل لها، بس هي انا بصدقها ده حقيقيه اللي تطلع تقول كده على يعني انا اسف اللي تطلع تشتم وتسبه في النظام ده قلبها قلب حديد. فلقيتها بتقول يعني مش عمرها ما هتجي، لقيتها بتقول يا محمد اللي هي الفوزات اللي حضرتك سمعتها دي او سمعتوها محمد في كذا كذا كذا. فضلت معاها لحد ما فجاه اتقطع ما بيني وبينها الاتصال. وانا متشكر جدا لاهتمامك وان انت متابع، ممكن بعد اذنك تعمل تليفون على الهواء قدام شعب مصر انا عايز اسمع صوتها تقول الو. طيب. ويبقى خلاص هم سابوها تمام، انا طيب. ما عنديش اي مشكله. طيب هستاذنك حتى لو بتكتب انا مسامحها. انا هستاذنك الاول، جايز جزء من المشاهدين ما يعرفش مين رضوى، خلينا جايز بنفترض دايما نفكر الناس بمين رضوى ونسمع الفويس اللي بعته اللي هي كانت كلمت فيه الاستاذ محمد. نفكر الناس الاول ان رضوى كانت عملت مجموعه فيديوهات منها الفيديو ده. بعدين مين قال ان انت سيده مصر الاولى؟ يا ستي انا واحده من ستات مصر ومش راضيه انك تكوني سيده مصر الاولى، ما عندكيش اي حق انك تسمي نفسك سيدة مصر الاولى. ببتاع ايه يعني؟ ببتاع ايه؟ لا بجد ببتاع ايه تكوني سيدة مصر الاولى؟ بصي هو انت الموضوع كان بعيد عنك تماما، بس يعني انا انت اللي حشرت نفسك، ما كنت تقعدي زي مراتي الله يرحمه مرسي، ما كانش ليها اي لازمه ومحدش يقدر يجيب سيرتها في حاجه. الست قعدت الفتره اللي قعدتها باحترام ومشيت باحترام. انت بقى ايه اللي حشرك في الموضوع انك تخشي وتبقي سياسيه ومعيش وشهاده حضرتك ايه يعني؟ هو انت تحترمي لذاتك تمام، لكن لما تتدخلي وتتحشري بقى في الدوله يعني تمام، انت اللي حطيتي نفسك في الموازنه دي مع الناس، فما تزعليش. بس انا واحده من الناس مش شايفاكي هي سيده مصر ومش هقبل انك تكوني سيده مصر. بس يعني هو اللي انا كنت برجوه منك ان انت بما انك سيده بيتك وبما انك ربه بيتك وبما انك مرات راجل مسؤول، هو فاشل وانت عارفه انه فاشل، ما تجوش تطلعوا فشلكم علينا. كان من المفترض انك تتكلمي معاه وتقولي له الكم ده من الناس شايفاه. انت لو عندي انت لو ست خلوقه كده وبجد يعني حد محترم كنت تشوفي الماساه اللي موجوده في الشعب المصري وتتكلمي عليها وتتناقشي وتشوفي الاعمال اللي ممكن تعمليها تفيد الناس دي. لكن انت كل اللي انت فالحه فيه راح تزوري مش عارفه ايه، راح تقابلي مش عارفه مين، حضرتي حفلة مش عارفة ايه، حضرتك ما انتش نايحة حفلة ولا حضرتك نازلة يعني تبقي مرات حرم رئيس الجمهورية علشان تزوري وتتعملي. يعني اقتضي باللي قبلك، طالما انت مسكوك سيدة مصر الاولى فاقتضي باللي قبلك وشوفي سيدة مصر الاولى. دي كان اخر فيديو عملته رضوى، كانت رسالة لانتصار زوجة السيسي. محمد علي او الاستاذ محمد علي بيقول انها بعتت له قالت له انا الامن تحت بيتي، ده اللي قاله حالا دلوقتي. تصديقا لكلامه هنذيع دلوقتي الرساله الصوتيه اللي قالتها او اللي بعتتها رضوى للاستاذ او الفنان محمد علي، نسمع كده مع بعض. مرعوبه، عارف انا مرعوبه محمد. الامن المركزي هنا، المركزي هنا، قلنا في الساحل، انت سامعني؟ بقول لك الامن المركزي هنا محمد. انا مرعوبه، عارف انا مرعوبه
محمد، الأمن المركزي هنا، الأمن المركزي هنا، قلنا في الساحل، أنت سامعني؟ بقولك طيب، والأستاذ محمد علي بيقول إنه اتصل أو يعني تعامل معاه بعد كده اختفت، صح يا أستاذ محمد؟ صح. أنا بقى عايز أسأل سؤال، واحدة مصرية طلعت قالت إن مش عارفة انتصار السيدة الأولى، هو ليه كل رئيس بيجي بيجيب واحدة تبقى مراته السيدة الأولى؟ وهي حرة في وجهة نظرها وتقول اللي عايزة تقول، ليه يقبضوا عليها؟ سرقت يعني طلعوني حرام، سرقت 375 عليا 375 مليون للضرايب، وعليا 88 مليون جنيه للجيش، والخ الخ الى اخره، عشان انا كنت بتعامل مع النظام الفاسد الفاسد. رضوى ايه مشكلتها ان هي اتكلمت؟ عيله وعايزه تقول اللي جواها. من وجهه نظرها ان ست زفته دي مش سيده مصر الاولى، حر. ليه خطوها الخطه دي؟ والله ما هتتساب، ولا دي متآمره برضه وقابضه. والشعب المصري حباها، او جزء من الشعب المصري وجزء كبير، انا عن نفسي انا حبيتها جدا واسترجلتها جدا جدا. عملت ايه عشان يروحوا يقبضوا عليها؟ عشان برضه موبايل ونفسها تتنفس كل اللي جواها؟